السوبر الافريقي. السوبر الافريقي اللي عليه لغط كبير جدا، مش من دلوقتي، لا ده من زمان قوي ومن بعيد قوي، بدايه من نهائي دوري الابطال اللي ما كانش حد عارف مين هيبقى البطل بتاعه، الوداد ولا الترجي، الى ان المحاكم ادتنا ان الترجي هو اللي هيبقى البطل، وخلاص الترجي بطل دوري ابطال افريقيا. وبعد ما الزمالك خد الكونفدراليه وخلاص السوبر اتحدد الترجي ضد الزمالك، حب شخص ما ياخد اللقطه ويبتدي يقول مش هلعب المباراه في قطر، وابتدى في لغط كبير وفي مشاكل كتير، وهل السوبر هيتلعب ولا مش هيتلعب، الزمالك هيروح ولا مش هيروح، الى ان رسميا السوبر يوم الجمعه 14/2 في الدوحه ما بين الزمالك والترجي. مباراه فيها كلام كتير على الفريقين، في نقط ضعف هنا، في نقط ضعف هنا، في نقط قوه هنا، وفي نقط قوه هنا. هنتكلم على كل حاجه، عن مباراه السوبر، تاريخ الفريقين ضد بعض، وكمان هنتكلم عن النقط الضعف هنا وهنا، ونقط القوه هنا هنا، ونتكلم على كل حاجه في السوبر الافريقي. فقبل ما نخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك، وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. السوبر الافريقي زي ما قلت لكم في المقدمه اللي عليه لغط كبير جدا، بس خلينا نبدا في الاول قبل ما نخش في تكتيكات الفريقين، خلينا نتكلم على تاريخ الفريقين ضد بعض. الزمالك والترجي لعبوا بعض 6 مرات، الزمالك قدر يتفوق فيها على الترجي في مرتين، وانتصر في مباراتين، وتعادلوا في 3 مباريات، والفوز الوحيد للترجي كانت سنه 94، كان في نهائي دوري الابطال، حيث تعادلوا هنا في مصر 0-0، وراحوا هناك كسبوا 3-1 قدروا يحققوا اللقب. ده الخساره الوحيده للزمالك قدام الترجي عبر التاريخ. كده التاريخ جه في صالح الزمالك، التاريخ في صالح الزمالك، والارقام في صالح الزمالك. تعال نتكلم بقى في التكتيكات واللعب بتاع الفريق. خلينا نبدا بالزمالك المصري. الزمالك التشكيل المتوقع بتاعه في حراسه المرمى ابو جبل، قدامه محمود علاء، الونش على اليمين، حازم امام على الشمال، حمد الشافي، 2 في نص الملعب، طارق حامد، وفرجين سيسي. لحد هنا انت عرفت تتوقع التشكيل بتاع الزمالك. تيجي قدام بقى مش هتعرف تتوقع اي حاجه. هل تتوقع بقى ان يلعب بنجم وزيزو، ولا ونجم وبن شرقي واوباما، ولا يلعب بن شرقي ونجم واوباما، ولا مش عارف انت هتلعب بمين، مش عارف تلعب بيه. وكمان الخبر اللي كان لسه نازل من لحظات ان شيكابالا مش موجود، شيكابالا جاله قدمه في الركبه وهيغيب عن المباراه. فانت كده عندك قدامك شغل، حل بقى تطلع شيكابالا من القايمه وتحط بداله مصطفى فتحي. ما عندكش حل تاني، تطلع شيكابالا وتحط بداله مصطفى فتحي، يبقى عندك بدائل على الدكه. انت كده البدائل بتاعتك ما عندكش في التلت الهجومي او في الاطراف، ما عندكش غير اونجم وبن شرقي واوباما وزيزو. كان عندك شيكابالا بس اتصاب خلاص. فالتشكيل ممكن يبقى متوقع ويبقى منطقي نوعا ما شويه، اللي تلعب بنجم وزيزو وبن شرقي بدل اوباما، وتلعب قدام مصطفى محمد. دي التشكيله اللي المفروض تلعب بيها قصاد النجم السعيدي قدام ترجي التونسي. انت بقى عندك مشكله واضحه وصريحه، هي مشكله الاطراف، وبالاخص ناحيه اليمين، ناحيه حازم امام. حازم امام هجوميا سيء جدا، ما بيعرفش يرفع العرضيات. دفاعيا الكل المشاكل بتاعت الزمالك كانت بتيجي في المساحه اللي بتبقى ورا حازم امام، سواء المساحه في بتبقى وراه او التغطيه العكسيه، برضه عنده مشكله في التغطيه العكسيه. فانت كده عندك مشكله في ناحيه اليمين، ناحيه حازم امام. تعال نروح ناحيه الشمال، انت عندك عبد الشافي والبديل بتاعه عبد الله جمعه. عبد الله جمعه من ساعه ما جروس مشي وتحس ان هو ناسي الكوره، مش فاهم في ايه. عبد الشافي كبر، عبد الشافي كبر، احنا عارفين كلنا ان عبد الشافي جاي يعتزل في الزمالك، فانت جيت الزمالك موجود في الزمالك بتلعب اساسي، شغال بشكل اساسي، دفاعيا مش احسن حاجه، هجوميا مش افضل حاجه، فانت عندك برضه مشكله اهو. عندك مشكله ناحيه اليمين حازم امام دفاعيا هجوميا مش كويس، عندك مشكله ناحيه الشمال عبد الشافي دفاعيا هجوميا مش كويس. ممكن عبد الشافي يبقى راجع ان هو بيحاول المساحه اللي وراه ما تبقاش كبيره، او يحاول يقفل المساحه اللي ورانا على شويه فما بتقدمش كتير. حازم امام بقى ما بيحاولش يقفل المساحه اللي ورا دي، حازم امام بيبقى عنده مساحات في ظهره، وكمان لما بيتقدم هجوميا ما بيقدمش فايده للزمالك، مفيش اي فايده للزمالك هجوميا عند حازم امام. الاثنين نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، انت محتاج واحد ثالث معاهم في نص الملعب، هقول لكم ليه بعد شويه، اللي انت محتاج ده معاهم ليه. الاطراف بتاع الزمالك بقى سواء زيزو تلعب بزيزو ونجم، ليه بقى؟ لان انت في ماتش زي ده بالاخص اللي انت محتاج الجاب بتاعتك ترجع تساند الباكات،
لازم 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 الونجات بتاعتك ترجع تساند الباكات، واقول لكم ليه برضه بعد شويه. الونجات ترجع تساند الباكات، يبقى انت لازم تلعب بزيزو ونجم. زيزو كويس جدا في الحته دي، ونوعا ما بيعرف يرجع دافع، سواء بتحط ناحيه الشمال بيرجع دافع مع عبد الشافع، وبتحط ناحيه اليمين بيرجع دافع مع حازم امام، فلاعب كويس جدا في الناحيه الدفاعيه، وبيعرف يقفل لك الحته دي. محمد غنان ممكن نوعا ما شويه يعمل لك الشغل ده، سواء بيدافع مع حازم امام او بيدافع مع عبد الشافع، ممكن يعمل لك الحته دي شويه نوعا ما. واللي انت الحته بقى اللي تلعب بيه وهو مصطفى محمد، لازم مصطفى محمد، لان يبقى معاك كويس جدا، معاك سواء في العرضيات، الكره على الارض، الشطات اللي هي بالهيد، كل حاجه مصطفى محمد يبقى كويس فيها جدا جدا جدا. نرجع للزمالك تاني، بس على نروح للترجي التونسي. الترجي التونسي بيلعب بشكلين، ما عندوش شكل معين، بيلعب بشكلين، سواء بيلعب 4 3 3 بكلبالي وبن غيث، وبيلعب بيه محمد بن رمضان. ده ممكن يلعب بالشكل ده ليه؟ لان يقفل، يحاول يقفل الاطراف. لما بيلعب بالشكل ده بنغيث وبالرمضان بيحاولوا يقفلوا شويه مع الاطراف، ان واحد يتقدم وواحد يقفل مع الطرف، سواء مثلا بالرمضان بيتقدم فبنغيث بيروح يقفل مع الياس شتي، لما بنغيث بيتقدم بالرمضان بيرجع يقفل مع هاب بن بركي. فانت عندك تنوع اهو، الثلاثه بتوع نص الملعب ممكن يقفلوا، وكولوبالي بيبقى قافل العمق كويس جدا. فانت عندك شكل اهو، الشكل الاول بتلعب بال 4 3 3 تحاول تقفل الاطراف بتاعتك، او انت تلعب بقى بال 4 2 3 1، تلعب بال 4 2 3 1، تلعب ببن بن سيف نص الملعب، وجنبه كولوبالي، وقدامهم بنغيث، تخلي جنبك على الدكه بالرمضان. دي اللي ممكن تلعب بالشكل ده. وطبعا احنا عارفين بقى التشكيل، انت تلعب مثلا بحمد الهولي، او تلعب حمد الهولي وتلعب بن سماح او بن تمساح، تلعب بالاثنين دول قدامك. تلعب بقى انت عندك خيارين مفيش غيرهم، اللي هو ابراهيم وطاره او طه ياسين الخنيسي. ده الشكل بتاعك اللي انت بتلعب بيه، ده الشكل اللي انت بتلعب بيه. وممكن كمان ناحيه اليمين ما تلعبش بايهاب المبارك، وتلعب كمان بسامح دربالي. سامح دربالي كويس جدا في الحته دي، وبيعرف يلعب كويس جدا في الماتشات النهائيه او الماتشات بتاعت البطولات. فانت المشكله بقى بتاعت الزمالك، تعالى نرجع تاني للزمالك تاني. اذا انا عرفت الترجي القوه بتاعته اللي هو الاطراف بتاعته، سواء ناحيه الشمال بالياس شتي او حمد الهوني، الاثنين دول خطار جدا ناحيه الشمال اللي هي ناحيه اليمين بتاع الزمالك اللي فيها حازم امام. دي الناحيه بتاعت الخطيره بتاعت الترجي لحمد الهوني وليا الشدي. الناحيه الثانيه ليه تمساح وكمان ايهاب المبركي، الاثنين برضه كويسين جدا 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 في الناحيه دي. فانت عندك كده الاطراف بتاعت الترجي كويسه جدا، كويسه جدا. العمق بتاع الترجي كويس جدا، سواء بيلعب بثلاثه في نص الملعب، بيلعب باثنين في نص الملعب بنصير وكولبالي، او بيلعب بثلاثه اللي اترك عليه بن غيث وبن رمضان وكولبالي، سواء لعب ببنسي وكولوبالي يبقى قدامه بنغيث وبيقدم بشكل هجومي كويس جدا. لو بيلعب بثلاثي بنغيث برضه هتلاقيه بيتقدم، وبن رمضان بيحاول ياخر نفسه شويه عشان يقفل مع ايهاب المبركي. ده هتشوفه كتير جدا. فانت الناحيه الثانيه الزمالك بقى، فانت عندك مشكله واضحه وصريحه اللي انت عايز تقفل على حمد الهوني والياس شتي. تقفل على حمد الهوني والياس شتي ما عندكش غير خيارين اثنين تلعب بيهم، لا تلعب بحازم امام وتخلي زيزو في الناحيه دي ويرجع يقفل معاه الحته دي تمام، ويبقى اثنين قدام اثنين، يا اما تعمل شكل تاني بقى واللي انت ما تلعبش بحازم امام اصلا وتلعب بمحمد عبد الغني. شفنا الحته دي في نهايه الكونفدراليه السنه اللي فاتت مع جروس، لما حمدي النجاز ما كانش متاح في المباراه دي، وجروس قرر ان هو ما يلعبش بحازم امام ويلعب بمحمد عبد الغني عشان يقفل الحته دي. حاجه كده كنا بنشوفها مثلا مع اليجري لما كان بيلعب ببرزالي وبونوتشي وكليني، بيلعب ببرزالي ناحيه اليمين، ما ناحيه اليمين مدافع ثالث اكتر من انه يبقى باك. فدي حاجه كويسه ان انت مثلا ممكن في شكل كتير جدا تخلي محمد عبد الغني يضم مع الونش محمود علاء وتطير عبد الشافي، دي هتفيدك جدا. انت ممكن تطير عبد الشافي وتزقه ناحيه الهجوم شويه، وتخلي عبد الغني نوعا ما يقفل على حمد الهوني والياس شتي، وكمان ممكن الوينج يرجع يقفل معايا زيزو، يرجع يقفل مع محمد عبد الغني. الحته بتاعت نص الملعب بقى كولوبالي وبونسيه وبنغيث، او كولوبالي وبنغيث وبن رمضان، الثلاثه بتوع نص الملعب دول هيشكلوا ضغط كبير جدا 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 على نص ملعب الزمالك. فنص ملعب الزمالك محتاج يبقى طارق حامد وفرجاني ساسي، ومحتاج قدامهم يبقى بن شرقي. الماتش ده مش محتاج اوباما خالص، لان اوباما لما بياخد الكوره بيبتدي ياخد بقى البروسيسور بتاع دماغه، يترجم اللي هو خد الكوره ويلف ويبص عشان
عشان يلعب الكوره، لا انت محتاج لاعب حرك، لاعب يعرف يفيدك سواء هجوميا او دفاعيا. اوباما حتى لما بيضم الثلاثي نص الملعب انت ما بتعرفش تلعب الحته دي اوباما، لكن بن شرقي لما يلعب الحته دي السرعه بتاعته والقوه بتاعته والذكاء بتاعه هيعرف يفيدك هجوميا لما تزق هجوميا، وكمان هيعرف يفيدك لما يضم الثلاثي نص الملعب او ثنائي نص الملعب طارق حمدي فرجاني سيسي، وتعرف تعمل تكتل وزياده عدديه في نص الملعب وتحاول تقفل العمق نوعا ما شويه وتحاول تخلي الصراع على الاطراف. لو خليت الصراع على الاطراف فانت تبقى نوعا ما متامل، لان انت يبقى عندك باك وينج ونجم وعبد الشافي ناحيه الشمال، وباك وينج الناحيه الثانيه حازم امام ولا ميكون يعني حازم امام وزيزو، وانت عندك باك وينج وباك وينج ضد باك وينج باك وينج، فخليت الصراع على الاطراف وقفلت العمق تماما. لو قدرت تعمل الحته دي هتبقى كويسه جدا. والزمالك كمان لازم 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 يلعب بيه محمد بمصطفى محمد. ليه بقى؟ لان احنا نقطه ضعف الترجي، نقطه ضعف الترجي وهي الكرات الطويله على خط الدفاع بتاعه. لما بتلاقي كرات طويله على خط الدفاع بتاعه بتلاقي صعوبه جدا، بتلاقي صعوبه كبيره جدا. وكمان لو انت عرفت تخلي الترجي في خانه رد الفعل دي هتبقى كويسه جدا جدا جدا، انت تبقى ضاغط وتخلي الترجي هو اللي يبقى عنده رد فعل مش انت اللي تبقى رد فعل. دي كويسه، شفناها في مره مع الترجي ضد الهلال في كاس العالم للانديه، دي كانت كويسه جدا. الترجي كان رد الفعل بتاعه نوعا ما كان الهلال ضغط وضغط عالي، فكان رد الفعل بتاعه بطيء نوعا ما شويه. فانت لو قدرت تخلي الترجي هو يبقى هو رد الفعل دي هتبقى حاجه كويسه. وكمان انت تلعب مع مصطفى محمد اللي انت مثلا هتيجي وقت كتير جدا في المباراه هتلاقي الترجي ضغطك بيشكل عليك ضغط عالي وضغطك في نص ملعبك وبيحاول يهدد مرماك، دي هتبقى محتاج مصطفى محمد، لان بقى هنا كارترون هيرجع للطريقه بتاعته اللي هو يلعب الكرات الطويله على المهاجم بتاعه، والمهاجم يبتدي ينزل الكرة للاطراف السريعه بتاعته اللي هم زيزو محمد ونجم. لو لقى مصطفى محمد الكره من تلاقيه طويله بيعرف ينزلها، فانت كده مصطفى محمد يبقى معاك كويس جدا في ان هو يلعب مهاجم محطه، ويبقى كويس جدا 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 لو تعتمد عليه على العرضيات. لو ارسلت له عرضيات كتير هيعرف يفيدك جدا جدا، لان الترجي نقطه ضعفه في الكرات الطويله على الدفاع، والزمالك نقطه قوته ان هو مصطفى محمد كويس جدا في الكرات الطويله. فانت الزمالك لازم يحاول يقفل العمق ويخلي الاطراف الصراع على الاطراف، الترجي يضغط على الاطراف بتاعت الزمالك. حمد الهوني وسميح ابو تمساح يضغطوا على الاطراف بتاعت الزمالك، معروف ان نقطه ضعف الزمالك الاطراف بتاعته، وحمد الهوني خير دفاع او خير وسيله انه يضغط على الاطراف. حمد الهوني لاعب كويس جدا، لاعب تحسه مثلا انيس البدري بتاع 2018، لاعب سريع قوي جدا على الجون، اجريسيف جدا على الجون، رجليه كويسه على الجون، بيعرف يهدد اي باك قصاده. فانت مهاجم دون شفناه وحمد الهوني شفناه في كاس عالم الانديه ضد السد القطري قدر يسجل هاتريك وقدر يهدد مرمى السد القطري كتير جدا. حمد الهوني ضد فيدا كلاب بره ملعبه لما كان بيلعب بره ملعبه نزل من على الدكه تقريبا عمل 25 فرصه على الفيدا كلاب. فانت حمد الهوني صعب جدا، لاعب خطير، لاعب تقيل جدا 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 وممكن يتعبك، هو اكيد هيتعبك حمد الهوني، اكيد 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 هيتعب الزمالك. انت حمد الهوني كويس جدا، عندك كمان ناحيه اليمين كويسه جدا. حاجه اخيره بس قبل ما ننهي الحلقه، الترجي قوته او الاهداف اللي بيجيبها، الطريقه اللي بيجيب بيها الاهداف طريقه ممكن الزمالك يقدر يقفل عليها. ازاي بقى؟ يعني طريقه الترجي اللي بيخلي ابراهيم وطاره وطاير سيل الخنيسي يسحبوا معاهم المدافعين بره منطقه الجزاء ويبتدي الاطراف تجري جوه منطقه الجزاء. شفناها كتير جدا، شفناها في الجوله الاولى في دوري ابطال افريقيا في الجون الاول بتاع انيس البدري لما ابراهيم وطاره سحب معاه مدافعين لبره وتلعب الكره طويله في ظهر المدافعين لانيس البدري، او شفناها كمان ضد الرجاء وفي تكلب وشبيبه القبائل، بالاخص شبيبه القبائل لما الياس شتي جري من ورا المدافعين وابراهيم وطاره برده سحب معاه مدافعين لبره وجري اسلام الياس شتي من ورا مدافعين وقدر يستغل المساحه دي. وكمان الحاجه الثانيه اللي بيقدر يستغلها الترجي وهي المساحه، المساحه اللي بتبقى في ظهر الباكات او في ظهر خط الظهر بتاع الفريق الخصم، بيعرف يستغل الحته دي بسرعات، سواء بسرعات حمد الهوني او سرعات ابراهيم وطاره، بس بالاخص حمد الهوني بيبتدي يشتغل على سرعات حمد الهوني ويرمي له سيرهات يرمي له سيرهات ويجري في ظهر المدافعين. فانت كده عندك طريقتين بيجيب بيها الترجي الاجوان، سواء انه يسحب المهاجم يسحب معاه المدافعين ويلعبه في ظهر خط الظهر، او يلعبه انه على السرعات، السرعات في خط ورا خط الظهر. الترجي فريق صعب جدا، صعب جدا جدا جدا،
لو قدر يخش المباراه وانه مش مستهون بالزمالك وعامل حساب جدا للزمالك هيقدر يتعب الزمالك، لكن لو داخل مستهون بالزمالك ومش حاطط وحاطط في دماغه اللي هو الزمالك كده كده هنكسبه، الزمالك ممكن يشكل خطوره كبيره جدا على الترجي. الزمالك لو قدر اللي هو يلعب على الهجمات المرتده والكرات الطويله هيتعب جدا جدا الترجي، بس يعرف ان هو يدافع ويشكل دفاع كويس، انه يقفل العمق كويس جدا ويخلص صراع على الاطراف. مباراه هتبقى صعبه جدا جدا، كل التوفيق للفريقين سواء الترجي التونسي او الزمالك المصري، وانا كزملكاوي ان شاء الله كل التوفيق للفريق ونقدر نحقق السوبر الافريقي. مباراه هتبقى صعبه جدا على الفريقين، مباراه التوقع فيها صعب جدا، انا ما اقدرش مش قادر اتوقع المباراه، مش قادر اقول الزمالك قادر لو يكسب المباراه ولا الترجي يكسب المباراه. الزمالك يا جماعه عامل كويس جدا، هو عامل الجمهور وجمهور كتير جدا في قطر، شفنا في استقبال اللعيبه في المطار، وكمان بيقول لك في الاستاد ممكن يبقى الاستاد متقفل كزمالك، فالضغط هيبقى كبير جدا على لعيبه الترجي، ان الزمالك معاه سلاح وهو سلاح الجمهور، فيا رب لعيبه الزمالك تقدر تستفيد بحته الجمهور دي، تقدر تستفيد بحته انه معاهم سلاح الجمهور يقدروا يشكلوا ضغط على لعيبه الترجي. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي وتحليلي ما قبل مباراه السوبر الافريقي، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي انت بقى توقعك مين اللي يكسب المباراه، انا ما اقدرش اتوقع، قول لي توقعك انت في الكومنتس مين هيقدر يحقق السوبر الافريقي. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، شكرا الحلقه الجايه، سلام.